رئيس الجمهورية نجم البوكس نيوز قيس سعيد اللي حكيه على ربي جوست تعليق سامحني العباد سيبوا الرئيس يا أخي فما فاعلين سياسيين أخرين الرئيس خذي كل السلطات وحده يفعل الفعل السياسي اليوم في البلاد تقريبا دونك أوبليجي يوميا باش نحكي وإذا كان كل يوم الرئيس ندخل على الباج نتاع الرئاسة 7 نلقى فيديو 20 دقيقة دونك عادي باش نعلقوا عليها راهو مش نصطادوا للرئيس ولكن هو صانع الحدث في علاقة بالحياة السياسية يلاه باهي نحكيو على رئيس الجمهورية اللي حكي على سياسي قال انه الاعلام قاعد يقدم فيه على انه منقذ الاقتصاد خلينا نسمع اكثر من رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم النظام الخفي الموجود في تونس بدأ يتحرك باتجاه معين وبدأت بطبيعة الحال الترتيبات من قبل عدد من وسائل الاعلام للحديث عن شخص كانه سينزل عليه الوحي وهو كان مطالب للعدالة كان مطالب للعدالة وفي نفس الوقت تدخل من تعرفون أنه تدخل حتى يتم برام الصلح تونس ويتحدثون عنه كأنه اليوم المنقذ القادم لتونس نخرجوا فيه هذا منقذ للأمة شيء منقذ وكان أنقذ نفسه من القضاء ووصلت المحكمة التعقيب في وقت من الأوقات وثم بطبيعة الحال تم العمل على أن يقع برام الصلح وبرام وحكم عليه للأسف بالبراءة والناس اللي كرم السجن قاعدين يتحدثوا وأنهم بالضبط كانوا منقذين للأمة بكشي مجاهد أكبر آخر زاد جاي لتونس وهو لص أكبر مرة يتحدث عن الإحصائيات وعن الأرقام وعن الإفلاس فلسوها الدولة ومن بعد يقول لك الإفلاس شكون فلسها الدولة فلسوها باختياراتهم بالرشوة اللي عندهم بالأموال اللي جاتهم من الخارج التعليق كانت هكا يا رئيس علاش التعب فينا شكون السيد اللي تحكي عليه فما اللي كتب هذه وليت تشانشينا واللي قال هذه وليت تبحث معنا مع السيد رئيس قيس سعيد واللي قالوا رفيق ظهر لي يحكي على فاضل عبد الكافي وإلا نبيل القروي ونوفى بالتعليق هذي أنا عرفت البلاتو اللي يحكي عليه يحكي على بلاتو اسمه الرافماج على ديوان فام الإمضاء برهان بسايس ما نجمش ما نكتبش كومنتير بتاعه به الإعلام وكأنه قاعد يبحث بشي يخرج تصويرة وكأنه شخص نزل عليه الوحي وهو مطالب من العدالة هو لص وكأنه المنقذ يصورنا في الإعلام للأسف حكم عليه بالبراءة يقول رئيس الجمهورية يصوروا فيه وكأنه مجاهد أكبر جديد ولكنه لص الأكبر على شكون يحكي رئيس الجمهورية زيدون والله أنا شك ملوش شكيت فيك بعد يمكن إبراهيم القصاص رفيق قد يكون قد محمود العيش العجرودي العيش العجرودي هاشتاج شكون برنس بتاع لندرة اللي عنده تلفزة الهشمي الحامدي سونيا الدهماني نقعدوا كل يوم نعملوا ديكريبتاج بتاع كلام الرئيس نعملوا ديكريبتاج احنا ما نعرفوا شنو اللي نعملوا الرئيس يقول حاجة بطبيعة الرئيس عمره ما يسمي يكيل التهم سراق لصوص وحشرات واحنا نتكهنوا زعما شكون يحكي انا ديما نرجع للمصدر والمصدر شكون بالنسبة لينا حتى حد لا مش رئيسة حتى حد ما يعطيني الصحيح بخلافك الولايات زياد لا رياض جراد رياض جراد مصرة على الولايات une femme inconditionnelle دونك رياض جراد قال حويجة حطتني على العثنية دونك شنو اللي يقول قال النظام الخفي يشتغل على إحباط معنويات الشعب التونسي اتسيتيغا اتسيتيغا وفي الأخر شنو اللي يقول نعم الوضع صعب ولا فائدة في الحديث عما أوصلنا لهذا الوضع فلا حكوماتهم ولا جرة قلمه أنقذتنا عندما كانوا في الحكم قليلا من الحياة جرة القلم هي العبارة الشهيرة اللي استعملها الفاضل عبد الكافي ذات يوم في ظهور إعلامي عودها برشا مرات قال تونس راه تتصلح بجرة قلم في حديثه على تغيير بعض القوانين البالية اللي مكبلة البلاد وعطاها برشا أمثلة اليوم الرئيس يتحدث عن الفاضل عبد الكافي سونيا الدهماني محمود البارودي والأولاد حكي على وسائل إعلام قاعدة تدفع فيه يمكن حتى احنا مستهدفين من الكلام هذا لأنه حكينا على الفاضل وأنا واحد من الناس قلت هل عادي خطاب بالعقلانية ذي براغماتي
يحكي ارقام يعطي في حلول للناس اللي مخ يفهم ما يلقاش نصيبه في السونداج نلقاه ب 1% ونلقاو العارك والخطاب الايديولوجي هو ما احنا وغيره كذا هو اللي عنده 30 و15 و20 و25% يبدو انه هذا الكلام لم يرق للرئيس واليوم صرنا كبلاتوات اعلام وكأننا متهمين بان نخرجوا فيه في صوره البطل والمجاهد الاكبر وهو اللص الاكبر هكا قال رئيس الجمهوريه لم ينطق اسم الفاضل عبد الكافي ولكن واضح خلينا نسميه الاشياء بمسمياتها كيفاش تقرا كلام الرئيس سونيا شوف الفاضل عبد الكافي كل ظهور اعلامي ليه الحقيقه يجلب الاعجاب لانه براغماتي يعطي ارقام متمكن اقتصاديا رصين في كلامه متحسوا ما يدردعوا حتى شيء الناس اللي تفهم والتي ترجو انه يقع انقاذ تونس اقتصاديا على خاطر الاقتصاد هو اللي يجي باش يمنع البلاد تقول لماذا هذا الرجل ما لقاش حظه الفاضل عبد الكافي توجهت له تهم واجبر ولا كان مجبر على الاستقالة ثم برأه القضاء يجي اليوم رئيس الجمهورية يقول مع الأسف حكم بالبراءة معناها رئيس الجمهورية متأسف أنه يقف مواطن تونسي مهما كان أمام القضاء ويبرئه القضاء الراجل استقال من الحكومة استقال أكثر من هكا معناها ما تمتعش حتى بقرينة البراءة خطير جدا أن يقول رجل قانون مثل هذا الكلام على خاطر ضرب راجل في شره في نظافة يده ضرب القضاء ضرب الإعلام يسمحني معناها إذا كان كل سياسي باش نتكلموا عليه نتسميه ونقدموا فيه على أنه احنا نحكيه على الناس الكل ونحكيه خاصة على الأكتواليتي إذا كان فضل عبد الكافي عنده أكتواليتي إيجابية وإلا سلبية باش نحكيه عليها إذا كان رئيس الجمهورية ولا أي سياسي كان باش نحكيه عليه ما معنى أولي أكثر من هكا أنا نعتبر أنه من حقي أني نحكي على سياسي الرافي ينجم يكون منقذ هذه البلاد محمود البارودي أنت تعرف الفاضل عبد الكافي باهي تعليقك مباشرة سوني أخذت الوقت تقريبا على الكلام اللي قاله الرئيس نوضحه للناس رفيق أنه راهو اليوم رئيس الجمهورية صحيح ونظيف ولكن ماهوش نظيف الوحيد في تونس لازم تكون واضحه في اذهان العباد راهو فما برشا شرفاء ونزهاء وما الى ذلك لازم نذكر وزاد التوانسه رفيق كيف القضيه المفبركه اللي صارت الفاضل عبد الكافي راهي وقتها كانت كلها قضيه مفتعله في معركه داخل السلطه في معركه وداخل سلطه يوسف داخل حكومه يوسف الشاهد معناتها ركبت هذيك كلها والعباد اللي كانوا دايرين بيوسف ويوسف يعرف شيء هذا قلنا له يوسف راك غلط اللي تعمل فيه مع السيد هذا راهو السيد هذا كفاءة وما إلى ذلك نزيدوا أكثر من هكا راهو رئيس الجمهورية وهو على اتصال بالسيسي يزم يقول له سيسي شعمل بشبنان راني مشيت لمصر بعد ما صار اللي ما يعبر عليه بالانقلاب وإحنا ما نش في انقلاب راهو سيسي مشى جاب رجال الأعمال الوطنيين الغيورين على بلادهم قالوا هذه البلاد وباش نبنيوها بعضنا براو شوفوا مصر توا كيفاش ولات صحيح فما نسبه بتاع فقر كبيره ولكن مصر تحقق في نسبه نمو كبيره برشا اليوم يلزم زاد السيد الرئيس ونصيحه وانا نعرفه اللي هو ينجم يسمع خاطر مادام سمع مادام يسمع لا مادام جي مادام معناه يتفاعل مادام تفاعل مع وسائل الاعلام تفاعل معنا وقال تسوقوا فيه لا يا سيد الرئيس رانا مانيش نسوقوا فيه احنا السيد هذا نعرفوه والخطاب نتاعو راهو يمس التوانسة انا كنت نتمنى انك تتناقش على الاقل تجاوبه على الطرح الاقتصادي اللي طرحه اليوم باش يخرج البلاد من الازمة اليوم راهو فاضل علاش مس التوانسة وجاب واحد في المية وانا قلت لك راه 1% ماهوش حقه كان يخرج مرتين وثلاثة واربعة الشهر الجاي تلقاو فاضل عبد الكافي واليوم انا نتصوره بعد تصريح رئيس الجمهورية هذا فروتار مع فاضل عبد الكافي غدوه فاضل عبد الكافي باش تلقى عنده 12 و13% راهو في لي سونداج معناتها اليوم حسب رأي لابد انه تتغير المعادله واضح. في راس الرئيس باش نخرجوا مع الازمه اهم من هذا واجه الحجه بالحجه سيد الرئيس احكي ارقام احكي مع ارقام اعطى مشاريع ولا افكار واجه بافكار اليوم الافكار اللي تجينا من الرئاسه الفاسدين وهما الغرف المظلمه المتحايلين غيره كذا به لو باش نقضيوا عليهم وحده الاقتصاد باش يطلع ولازم حلول وعندنا بيروقراطيه وعندنا قوانين وعندنا تونسي ما يخدمش وعندنا اقتصاد وعندنا سياسه خارجيه اقتصاديه وغيره هذا كله لازم يتخدم اون باراليل مع القضاء على الفاسدين
الدين. دونك عندما يتحدث الفاضل ولا غير الفاضل أرقام وبطريقة علمية وبراغماتية، واش تكون بالأرقام وبالفكر وبالمشاريع؟ خاطر الأخطاء من نوع أن نمشي لدب ومتاع حديد ومن بعد يطلع الراجل يربح القضية متاعه وإحنا عادينا له اسم متاعه في كذا، وقت نمشيو للبطاطا وغيره كذا، الحديد اللي قلنا باش يرخص زاد اليوم 30% ولا قداش أكثر من هكا، السلسلة كلها وقفت، راهو حتى حد اللي يخدم في البيتون والبني السلسلة على خاطر الناس ما عادش تحب تبني. والله انا رئيس جمهورية رفيقي ذكرني تذكر في حنا بعلك الجول، قال لك نمشي رئيس جمعية نقول وقتاش البريمات وقتاش باش ناكل، يقول لي فما كان الخير الرئيس شده فما كان الخير خمسة شهور فما كان الخير خطابات وكنا الدابة هاو سرقونا هاو عملونا هاو كذا، لا فما خطاب تنجم تفهمه. هل فما وسائل اعلام تدفع لصورة الفاضل عبد الكافي؟ فما اجندة تحس فيها موجودة انت؟ فما اجندة وفما اعلام يطويل على ما يبدو باش يقابلوا في دار الجلد. هذا نعطي لانديس فهمتني ولا مع واحد اعلام يطويل امين قال لا من قرع مربوع قد طويل ومعاه كرونيكور يلبس مرايات، اما تحب ولا تكره فاضل طويل ومعاه كرونيكور لبس لونات امين قرع وزرع شعر ويد دهني لا رفيق سيبه. هاني قلت لك يا اخوي اصيل منطقه ببحر اصيل ببحر باب الخضرة باب الخضرة باب الخضرة نحاولوا نطلعوا هاشتاج شكون يا طيق راس وديك. اما فضل عبد الكافي يطير به تيران معناتها الرئيس راهو حتى كان باش نفل صوره يا رئيس كان باش نفل تقييمات شخصيه يطير وما يطيرش، ولكن نحكيو على التهم التي تلقى جزافا. حرام انا مانيش موافق محمود كي يقول لي تهمه مركبه مش مركبه، لا يعني ما فما قضاء ما خرج بريء. راهو كي باش نرجعوا على الاحكام القضائيه اللي صدرت الكل نشكوا فيها ستكون الكارثه. سيد الرئيس في وقت ما غازي الشواجي لوح له تهمه وقاعده تلاحق فيها كيكه. اليوم الفاضل حكينا عليه شويه لانه خطاب غير الخطاب نتاع العرك والسياسه، يحكي ارقام 3 مع 2 يساوي 5، 6 الا 3 يساوي 3، يعطي بالارقام. لو تكون طريقه الاجابه نتاعو انه لص الاكبر وكذا 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 وكذا، يبدو انه فما شويه تجني. وخطاب رئيس الجمهوريه مع احترامنا للمراجعه، نعود بعد الفاصل.